وبركاته. هناك سائل حقيقة أو سؤال في الواقع تردد كثيرا في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيره، وبالذات في البيئات التي خارج البلاد العربية. هذا السؤال يقول: يعني أجد صعوبة في التوفيق بين البرنامج والوقت والحالة التي سأجد عليها الطالب، فما رأيكم في هذا؟ بالفعل هذه مشكلة تتكرر كثيرا، ولكن حلها بإذن الله تعالى يعني ليست صعبة. أولى هذه الحلول بأنه نحرص على اختبارات التصنيفية أو اختبار تحديد المستوى اللغوي، يجب حقيقة تكون دقيقة لنستطيع أن نصنف الطلاب على حسب مستوياتهم اللغوية. ثم أيضا عندما نوزع الطلاب في البرنامج أو في الصف، جميل أن يكون طالب مبتدئ وطالب يعني أفضل منه إلى حد بسيط جدا، ولكن ليس مرتفع، بأن الفراغات تكون بين الطلاب متقاربة. تستفيد من الطالب هذا الذي يعرف إلى حد ما بعض الكلمات وينطق بعض الأصوات إلى غير ذلك، لكي أوفره وأيضا أستثمره لمساعدة المعلم في أنه يكون مع هذه المجموعة أو تلك، حتى هنا أضيق الإشكالية المطروحة في هذا البرنامج والتي ذكرت هنا. أيضا أحرص على أن أكثف المواد في البرنامج إذا كان ذلك ممكنا، وأنوع، أحرص على التكثيف والتنويع. ومن ضمن هذا التكثيف والتنويع بأنه التعلم الذاتي، أنا لا أنسى أن الطالب يأتي عندي ليتعلم ساعتين أو ثلاثة في اليوم، ولكنه في البيت هو 20 ساعة، والعشرين ساعة هذه ليست بالطبع كلها للعب أو كلها للنوم أو كلها للعبادة أو كلها للأكل أو للراحة، بينما فيها أنا ممكن أستثمر ساعة أو ساعتين وجوده في البيت ليقوم بأداء واجبات منزلية محببة. لا أعطيه واجبات كعقوبة، وإنما واجبات منزلية محببة، يعني مثلا أقول له: استمع إلى هذا الشريط وحاول أن تلخصه لي غدا، حاول أن تقرأ هذه القصة أو ادخل القصة على مستواك اللغوي، وتحاول أن تكتبها لنا ونسمعها منك بالغدا، أن تقرأ هذا الكتيب وتلخصه لنا، أن تشاهد هذا الفيلم وتعرض علينا غدا عن أي شيء يتكلم هذا الفيلم وما هي قصته إلى غير ذلك. أن أيضا تستبعد الأخبار في الدول العربية على حسب المستويات طبعا، وتحاول أن تبين لنا غدا عن ما هي الأحداث الموجودة أو أبرز الأحداث الموجودة في البلاد العربية، أن نفعل دور المسرح، أن نفعل دور أيضا الإلقاء والخطابة، أن نفعل حقيقة النشاطات التي تسمى غير المنهجية والنشاطات غير الصفية، هذه محببة للطلاب، لأنه كان نصنع من خلالها أحداث ونجعل الطالب في من خلال هذا الحدث ينغمس فيها. فاللغة كل ما انغمس فيها الطالب وكل ما مارسها أكثر كل ما تعلمها بشكل أسرع. هناك نقطة أيضا مهمة، وهي الآن موجودة مع كل شخص تقريبا، أتكلم عن الشباب على أقل تقدير، بأن نضع جروبات الواتس أب أو مجموعات الواتس أب أو مجموعات الفيسبوك، وهنا نتبادل والمعلم يكون مشرفا على هذه، أو أحد الطلاب الذي يعني مستواه اللغوي أفضل منهم يكون مشرفا لتحريك المجموعات والتبادل باللغة العربية على حسب المستوى كما قلنا اللغوي. أنا أعتقد أنه عندما نستخدم كل هذه الأشياء سوف نقلل من نسبة الصعوبة ونقلل من نسبة هذه الإشكالية بإذن الله تعالى عند ممارسة كل هذه الجوانب، سواء الأنشطة، كذلك وضع مجموعات، إعطاء التعلم الذاتي، لأن العالم الافتراضي هنا لابد أن نستثمره أفضل استثمار، بالإضافة إلى أن نجعل الطالب يعيش الحدث من خلال قراءة قصص، مشاهدة أفلام، متابعة أخبار بالقنوات العربية. هناك سؤال يقول: هل تحاول أن تستعد بكل الوسائل المتعلقة بالفصل، فصل اللغة طبعا، قبل بداية الفصل الدراسي؟ هذا سؤال جيد في الواقع، سؤال جيد. لا بالطبع، هناك طبعا بداية الفصل الدراسي الذي قبل أن تبدأ الدراسة، وهناك قبل أن تدخل إلى الفصل. هناك وسائل في الواقع تعد قبل يوم أو يومين أو أسبوع، لأنها تحتاج إلى وقت بعضها. هناك وسائل جاهزة ممكن أنا قبل الذهاب للفصل بيوم أو يومين أذهب وأشتريها من المكتبة، مثلا بعض الألعاب، بعض الحروف، بعض التجهيزات إلى غير ذلك. هناك وسائل كما قلت نجلبها من مكان قد يكون بعيد، لذلك أحتاج أن أهيئ نفسي. الأفضل في كل هذه الأشياء في الواقع أسبوعيا، في نهاية العطلة، في نهاية الأسبوع
أن أحضر لدروس هذا الأسبوع اللغة كلها، أعرف ما هي الوسائل، إذا يحتاج فيلم أدخل للإنترنت مثلا واستخرج، إذا يحتاج والله أذهب لمكتبات أشتريها، يحتاج أن أصممها أنا لوحة أو أكلف أحد الطلاب بها أو مجموعة من الطلاب ينفذونها أو أطلبها من زميل آخر، فكل هذه الأشياء الأفضل في الواقع لها أن يكون التحضير للوسائل قبل أسبوع للاحتياط. هناك سؤال يتردد كثيرا، هل تصمم خطة التدريس لفصل تعليم اللغة قبل الدخول إلى فصل اللغة العربية أم خلال الدخول، أو ما هي الإجابة؟ في الواقع وقبل الإجابة لابد من الوقوف على نقطة مهمة، وهي أهمية إعداد أو تصميم خطة التدريس قبل الدخول إلى الفصل. فهي مثل الموقع، عندما تريد أن تذهب إلى صديق لك في مدينة أخرى أو في دولة أخرى لابد أن تضع الخريطة، لابد أن تشتري التذاكر، لابد أن تحدد ما الذي تأخذه إلى هناك وتتعرف على ذلك البلد، هل تحتاج إلى ملابس شتوية أم صيفية، أو حتى لو كان زميلك هذا في مدينة أخرى قريبة منك ولا تعرف العنوان، لابد أن تضع كما يقال اللوكيشن أو الموقع وتحدده قبل أن تذهب. لذلك لماذا نستفيد حقيقة من تصميم أو إعداد خطة التدريس قبل الدخول للصف؟ أولاً استثمار وقت الدرس بشكل يضمن إيصال محتواه إلى جميع المتعلمين وبشكل سليم وفاعل وشيق وجذاب، وكل هذا طبعاً لا يعني أنه غير قابل للتعديل، بل يمكن تعديله. لابد الخطة التي أضعها أو تصميم الدرس أو إعداد الدرس أن تكون مرنة قابل للتغيير والتبديل، لأن هناك ظروف تواجهني مثلاً أحتاج أن أكون مرناً في ذلك، لكن هذا لا يعفيني من أن أعد خطة الدرس. خطة الدرس تشبه في الواقع رحلة إلى مكان ما، أنت تخيل الآن ستأخذ الطلاب إلى حديقة الحيوانات أو إلى السوق أو إلى معرض أو إلى متحف، في هذه الحالة لابد أن تعد خطة، ما الذي سوف يذهب معك؟ كم عدد الطلاب؟ لابد تنسق مع الجهة التي هناك، ما الأشياء التي قد تشكل خطورة على الطلاب؟ ما الأشياء التي لابد أن تحملها معك؟ مثلا أكل أو ما إلى ذلك، كيف ستذهبون؟ كل هذه الأشياء تمثل حقيقة خطة الدرس، الطريق، الأغراض، تخطيط الرحلة، فتخطيط الرحلة مثل تخطيط التدريس أيضا، بمعنى أنه يكون قبل الدخول إلى الفصل. إذن يفهم من كل ذلك بأن عملية تصميم خطة التدريس أو إعدادها لا تبدأ في الحصة ولا تبدأ في الفصل وأمام الطلاب، وإنما الذي يتم في الفصل وأمام الطلاب هو التنفيذ فقط. لماذا؟ لأنك تحتاج أحيانا الرجوع إلى مراجع، تحتاج إلى أدوات مساعدة حتى تبتعد أيضا عن العشوائية والارتجالية، حتى تتضح الرؤية أمامك في هذا الدرس للمعلم والطلاب، لابد قبل أن تكون متهيئ ومهيئ الطلاب لذلك. تجنبك أيضا إعداد الخطة قبل الدخول إلى الفصل الكثير من المواقف الطارئة والمحرجة. هناك طبعا خطة عامة تعد من أول البرنامج إذا كانت مدرسة نظامية، تتم قبل بداية الدراسة لطول الفصل الدراسي الذي يمتد إلى 3 أو 4 أشهر على حسب أنظمة المدارس، وهناك خطة أسبوعية تعد كل أسبوع، وهناك خطة أيضا يومية لابد أن أراجعها وما إلى ذلك. باختصار لابد أن أعد وأصمم خطة التدريس قبل الدخول إلى فصل اللغة بكل تأكيد، لأنه قد أحتاج وسائل كما قلت أحيانا، أحتاج إلى مراجع، أحتاج إلى تجهيز أدوات، أحتاج إلى تحديد الأهداف، أحتاج أن أهيئ نفسي أنا وأكون متهيئ لهذا الدرس. كل هذه الأشياء تحتم علي أن أعد الخطة وكذلك إعداد الدرس قبل الدخول إلى فصل اللغة.